القطة من لا استنى كده في النص ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. ومعانا النهاردة فيديو جديد وخبر جديد، بس ياريت قبل ما نبدأ خبرنا مننساش نعمل لايك وكمان نشترك في القناة عشان يوصل لنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. وخليكم دايما فاكرين ان هنا وبس هتلاقي كل الاخبار الجديدة، فما تدوروش وما تحتاروش، تدخلوا على القناة على طول وانتوا هتعرفوا كل خبر جديد ان شاء الله. فدايما تابعنا واشترك في القناة عشان يوصل لك كل الجديد اول باول بإذن الله. خبرنا النهاردة لسه مكملين مع حضراتكم فرح الكابتن الجميل رامي ربيعة وزوجته نادين، وطبعا في حاجات كتير جدا ومواقف طريفة حصلت كتير قوي هنعرضها لحضراتكم حاجة حاجة. الاول هم تصوروا عاملين تيشيرت الاهلي عليه الرقم 5، طبعا رقمه علي رامي ربيعة ونادين. وبعد كده كمان راح رامي ربيعة طلع الأوضة وهو وأصحابه قعدوا يلعبوا بلاي ستيشن وقالوا فين العريس وقعدوا يدوروا عليه، ويلا ما ينفعش كده، هو مندمج جدا في اللعب. مبروك للنجم الكبير والكابتن الكبير رامي ربيعة، وعبال إن شاء الله كده كل الأفراح المتوالية للنادي الأهلي من لعيب للعيب ومن حد لحد إن شاء الله. عروسته نادين جميلة وأمورة وكلهم بيتصوروا مع بعض عيلته وعيلتها، وهي جميلة ما شاء الله عليها، فستان طبعا متألق بوكي ورد جميل، وهي جميلة جدا ما شاء الله عليها. ألف مبروك ليكي يا نادين. هنا وبس هننزل لكم إن شاء الله باقي أجزاء الفرح أول بأول.